اهلا بحضراتكم من جديد كابتن عمنا، مأجل حضرتك طبعا يعني عشان برضو الساده المشاهدين يتخيلوا. حضرتك توليت المسؤوليه رئاسه الاتحاد الدوره اللي فاتت من 2017، صح كلامي مظبوط؟ مظبوط. واربع سنوات من الشغل، وبعد كده توليت المسؤوليه تاني دوره تانية. اول ما مسكت الاتحاد فكرت ازاي؟ ايه البلان اللي حضرتك حطيتها؟ الحقيقه انا كنت مش غريب على الاتحاد، انا كنت قبل كده سكرتير عام الاتحاد، ووفقا لقانون الرياضه كان بعد ما بتقعد دورتين لازم بتخرج بره الاتحاد، فانا خرجت 8 سنوات. لمده 8 سنوات ورجعت تاني. الاتحاد السابق لينا احنا اول حاجه عملناها ان احنا ما غيرناش في اللي هم عاملينه، هم كانوا ماشيين بطريقه منظمه جدا، فاحنا لقينا الارض تسمح ان احنا نكمل ما بداوه، فما ابتديناش من الصفر، بالعكس احنا ابتدينا من مطرح بالظبط هم انتهوا ابتدينا وكملنا على شغلهم. فالنتائج اللي بتحصل دلوقتي دي هي نتائج الاتحاد اللي انا كنت رئيسه، والاتحاد اللي يسبق حضوري كان برضو زميلنا المهندس تامر حازم زين العابدين، هو كان رئيس الاتحاد. اهنيك على كلامك ده، واحنا بنكمل. اهنيك ان حضرتك يعني مش بتستاثر بالانجاز لنفسك، ودي حاجه ما انا قلت فرسان الاخلاق ولا قلتها في المقدمه الحقيقه، وحكيت الموقف اللي حصل، ولكن يعني انا اهنيك بصراحه. السلاح كله اسره واحده. تامر حازم اللي هو كان رئيس الاتحاد السابق ليا هو زميل ملعب، يعني هو يصغرني باربع خمس سنوات، لكن كان من الجيل بتاعنا برضو او لحقنا واحنا بنلعب في الاخر، وكان الاتحاد تحت قيادته كان ممتاز جدا، وكابتن احمد سمير كان عضو في مجلس اداره هذا الاتحاد. احنا عملنا خطه ان احنا ازاي نهتم بقاعده الناشئين، وحطينا اهداف قصيره الاجل ومتوسطه الاجل وطويله الاجل، وكل فتره بنعيد حساباتنا وبنشوف هل الخطه اللي احنا عملناها احنا ماشيين فيها من كافه الجوانب سليمه ولا محتاجه لتعديل. نعم. لو هقول الخطه عباره عن كانت عباره عن جزء فني اللي احنا هنعمل ايه في دوره طوكيو، لان دي كانت البدايه يعني او اقرب بدايه ليكم يعني، وفي نفس الوقت ايه تصنيفنا العالمي خلال الاربع سنوات الاولى، ثم عندنا الخطه اللي هي متوسطة الأجل اللي هي إن شاء الله باريس والإعداد ليها، وبرضو التصنيف الفني على التصنيف العالمي، ثم آخر حاجة اللي هي إن شاء الله أولمبياد لوس أنجلوس اللي هي هتتلعب 2028 بإذن الله. ده الشق الفني. الشق الثاني اللي هو لا يقل أهمية هو الشق اللي احنا إزاي نجتذب أكبر بطولات تقام على أرض مصر، ونوري العالم كله البنية التحتية الرياضية في مصر والتطورات اللي حصلت فيها. وده نجحنا في 2018 ان احنا نستضيف بطوله العالم للرواد، ثم 2021 بطوله العالم للناشئين اللي هي اقيمت في ابريل، وكانت اول مره في تاريخنا اللي احنا نحصل على خمس ميداليات في البطوله دي على مستوى الفردي والفرق، وكانت اول مره. دي كانت البدايه. كانت البدايه اللي احنا بتورينا اللي احنا فنيا ماشيين صح، وتنظيميا اللي احنا عملنا كان نشاط السلاح متوقف في العالم كله، وكنا احتمال ان هي البطوله تقام كان احتمال ضعيف، إلا أن تنظيم مصر لبطولة كأس العالم في كرة اليد كان مشجع ومحافظ للاتحاد الدولي واللجنة الأولمبية الدولية إن هم يقولوا طب نجرب السلاح. كمان بطولة السلاح، وبصفة خاصة أن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية هو لاعب سلاح توماس بخ صحيح. فعملنا البطولة على أفضل ما يكون، والاتحاد الدولي كرم الدولة المصرية بمنحه الجائزة اللعب النظيف للدولة المصرية على اجادتها في التنظيم في هذه الظروف. ثم ان شاء الله في شهر 7 اللي جاي، دي بقى يعني افضل شهر 2 اللي جاي ده بقى ان شاء الله في شهر 2 اللي جاي في كاس العالم 25 ثم في شهر 7 بطوله العالم، هو اقوى حدث اكبر حدث بعد الدوره الاولمبيه هو بطوله العالم، ودي ان شاء الله برضه من ضمن الاجنده بتاعتنا اللي احنا نخلي مصر موجوده دايما في هذه البطولات. البعد الثالث اللي احنا اشتغلنا عليه هو التواجد المصري في المحافل الدوليه، كان انخفض شويه التمثيل صحيح. بتاعنا في الاتحاد الافريقي والاتحاد العربي والاتحاد البحر المتوسط والاتحاد الدولي، الكوادر الاداريه لازم تخش في الشباب في مطابخ القرار العالمي والاقليمي. النهارده اصبح لينا تواجد قوي جدا في كافه الاتحادات، الاتحاد الدولي، الاتحاد العربي، الاتحاد الافريقي، الاتحاد البحر المتوسط، وفي كافه اللجان. حضرتك نائب رئيس الاتحاد الدولي. الحمد لله ربنا وفقنا في اللي انا بقى نائب رئيس الاتحاد الدولي لاول مره بتحصل، نتيجه اللي مصر عملته، ان مصر نظمت بطولات في وقت كان كل الدول بتخاف تنظم، ان البنيه التحتيه، ان الاهتمام القياده السياسيه ووزاره الشباب والرياضه واللجنه الاولمبيه ادى دافع ان كان اي حد هيتقدم من مصر هو بيدوله عشان هو مصري. يعني احنا نجحنا 6 في اللجان الاتحاد الدولي، بالاضافه الى ان الاتحاد الدولي ليه كم نائب؟
الاتحاد الدولي ليه ثلاث نواب بالانتخاب. فالحمد لله ربنا. اقول لك على حاجه كابتن، والله احنا هنا في البرنامج وعلى الترابيزه دي قلنا ان اللي بيحصل في مصر من استضافه بطولات وبنيه تحتيه ومظهر كبير جدا وقدرتها على تنظيم الاحداث العالميه هيدعم ولادها في كل حته. حضرتك بتاكد الكلام اللي احنا قلناه ان ده مردوده هيبقى تباعا، وحضرتك نلت شرف وثقه الجمعيه العموميه انت تبقى نائب. الكلام اللي حضرتك قلته صحيح. في الجامعه الاتحاد السلاحي انت الاول بتنتخب من ضمن 140 دوله، بتنتخب مين 15 واحد يخشوا كمكتب تنفيذي، ثم جوه المكتب التنفيذي بيبقوا يختاروا خمسه فقط لا غير. فانا يعني صفوة الصفوة بالظبط. فانا الحمد لله ربنا وفقني وكرمني عشان اللي حضرتك تفضلت قلت التطور الرياضي في مصر، وقوف مصر رياضيا في مراتب متقدمه جدا دلوقتي، فانا حصلت على اعلى الاصوات في ضمن المرشحين الحمد لله. ودي مسؤوليه، وانا بعتبر كنت بقول للزملاء دي البدايه، يعني احنا دي الوسيله اللي هتخلينا اللي احنا ازاي نفكر يعني نطور الرياضه السلاح في مصر. ما هياش هي الغايه اللي احنا وصلنا لهذا المنصب، لكن هي وسيله ان شاء الله اللي احنا نقدر نخدم المجتمع الدولي في السلاح وفي مقدمه المجتمع الدولي ان شاء الله بلدنا الحبيبه. يعني ربنا يفتح عليك والله العظيم يا كابتن، انا سعيد جدا بكلامك. حاجه انا مش قادر اعلق ولا اقول حاجه، انت قلت ما شاء الله قلت كلام الحقيقه يعني حرك مشاعرنا كلها.